السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي حصل على 23,780,104 صوتا بنسبة 96.91% تقريبا مقارنة بعدد الأصوات الصحيحة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرضي. لازم نبني بلدنا. طب واللي احنا بنعمله ده؟ طب والله العظيم
والله العظيم والله العظيم ما يتعمل اللي احنا بنعمله ده. والله ما يتعمل احنا بنعمله بفضل الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم ان الاخر كلمة للسيد الرئيس في الفيديو اللي حضراتكم شفتوه هي اللي فعلا انا بقولها، انا بقولها عن اقتناع تمام. والله العظيم اللي شافته مصر في السبع سنين اللي فاتوا ما انا ما احنا مش مصدقينه. زمان لما كنا بنقعد بقى ويحصل بنتفرج على حاجة يقول لك وقال وعمل والعشر سنوات وعشرين سنة من الانجازات ثلاث كباري مش عارف مين. تخيلوا ان احنا كاعلام النهاردة قاعدين عشان نتحدث عن سبع سنوات وعندنا ازمة، عارفين ايه الازمة؟ طب انا همسك ملف ايه ولا ايه؟ طب هو كله فيه انجازات، طب انا هركز على ايه ولا ايه؟ كل ده حدث في سبع سنوات. الرؤية الشاملة لمصر المستقبل للجمهورية الجديدة وما حققناه وما نتوجه اليه. زميلي العزيز الاستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. دكتور محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. أبدأ بملف إيه والسبع سنوات في الرئاسة، خليني أبدأ معاك بموقع مصر الدولي. طب نبدأ مع بعض بالحمد لله. الحمد لله طبعا. الحمد لله. الحمد لله لأن الفضل الله سبحانه وتعالى طبعا أنه وفق هذا الشعب إلى هذا الاختيار. الحمد لله أنه هذا الشعب إلى رؤية قائد الشعب اختاره من بين أبنائه في القوات المسلحة المصرية، توسموا في القيادة وقدروا على قيادة الدولة المصرية في المرحلة المهمة دي. الحمد لله أنه قبل هذه المهمة. وننطلق بقى للسؤال اللي حضرتك بتسأله عليه. عشان تقدر تتكلم عن أي حاجة عن أي إنجازات احنا بنتكلم عليها لازم نشوف المقدمات والنتيجة. لا يمكن الحديث عن الانجازات، الناس لازم تشوف المقدمات عشان تعرف النتيجه عامله ازاي. وانا هنا يهمني السؤال اللي حضرتك كنت بتقوله في التقديم. الحقيقه السؤال اللي حضرتك كنت بتقوله في التقديم اللي طرحه زميلنا دكتور محمد حيو سؤال في منتهى الاهميه والدقه، اين كان يمكن ان يكون موقع الدوله المصريه لو لم يكن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قبل ضغوطات الشعب المصري في هذه المرحله الحاسمه بالترشح؟ انت مش ملاحظ انك انت كل ما تتكلم تقول قبل المهمه؟ أي طبعا. الراجل ده بيعتبر نفسه في مهمة. أيوة طبعا. أيوة طبعا. مهمة ليه؟ لأن هذه الدولة على مدار سنوات طويلة حكمها حكام وطنيون كانت قدامهم تحديات ومصاعب كثيرة جدا. تأخر قرار لدى البعض وتباطأ البعض عن اتخاذ القرار وتغافل البعض عن اتخاذ القرار إلى أن حدث ما حدث. الفترة الصعبة جدا اللي مرت بها الدولة المصرية 2011 ل 2013 فترة ساهمت في تعرية الدولة المصرية في كافة الملفات، سواء الملفات الداخلية أو الملفات الخارجية. الملفات الداخلية ساهمت في تدهور البنية الأساسية للدولة المصرية، ساهمت في تراجع معدلات التنمية، ساهمت في تراجع معدلات الاقتصاد، ساهمت في كشفت الاقتصاد المصري وساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية في الدولة المصرية. بدأ يعني يظهر على السطح المشاكل المجتمعية والمشاكل الأخلاقية اللي كثيرا ما كانت خافية قبل ما ظهور وطغيان مواقع التواصل الاجتماعي. فابتديت تشوف إشكاليات كثيرة جدا ابتدت تحدث، ابتديت تشوف حاجات تتعلق حتى بالإعلام وفقدان القدرة على السيطرة على الساحة الإعلامية. كل ده أثر على إيه؟ أثر على صورة الدولة المصرية، خاصة مع غياب الرؤية لدى هذا التنظيم الإرهابي اللي تمكن من بعض المواقع المفصلية في الدولة المصرية في هذا التوقيت. مجلس الشعب والشورى، مقعد رئيس الجمهورية، الحكومة اللي كان يطلق عليها حكومة الإخوان. كل ده ساهم في تقزيم دور الدولة المصرية. الملفات المهمة اللي كانت قدام الدولة المصرية في هذا التوقيت تم التعامل معها بقدر كبير من الاستخفاف. توقف عند العلاقة مع أهم الملفات، أنت ما قدرتش تشوف ملامح واضحة للعلاقة مع القضية الفلسطينية على الرغم من كثير من الإدعاءات اللي كانوا بيدعوها في هذا التوقيت عن أن هم على القدس رايحين شهداء بالملايين. هذا الأمر لم يحدث، بالعكس احنا شفنا خطاب ترحيبي بالسفير الإسرائيلي اللي جاي وأرسله المعزول محمد محرسي إلى رئيس دولة إسرائيل.
ما شفناش مواقف يمكن أن تكون الدولة المصرية فيها ليها تدخلات حاسمة فيما يخص هذه القضية. المواقف اللي تمس الأمن القومي المصري شفنا مزيد من التدهور والتداعيات، أهم قضية سد النهضة اللي يعني تكرست في هذه المرحلة. تم البدء الخطوات الأولى لبناء السد، وقبل اندلاع ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة شفنا كلنا على الهواء هذا المؤتمر الكارثي، مؤتمر سد النهضة للأسف، اللي كلنا للأسف حتى هذه اللحظة قالوا يعني نبعت لهم كورة واللي يقول لهم نعمل لهم مش عارف ما تيجي نخضهم حاجة للأسف. والله للأسف. الزيارات الخارجية للدولة المصرية حضرتك شفت يعني شفت الصور، شفت المصايب. خلينا نفتكر مصر كلها، انت بتحاول تفكر مصر بايام لا لازم بعيد عنك، لازم نفتكر دونت ميكس والكحول وبنزين دونت ميكس والحاجات اللي كانت بتتقال في مؤتمرات ولقاءات خارجيه على مستوى لا يليق بسمعه الدوله المصريه. خسرت في كل الملفات اللي انت فيها، تأزمت علاقاتك. لما حصلت ثوره 30 يونيو الشعبيه العظيمه ظهر عندك تحدي اخطر، تحدي الارهاب. لما جت الفترة الانتقالية، فترة المستشار عدلي منصور، السنة اللي استمر فيها المستشار عدلي منصور في رئاسة الجمهورية من أجل الإعداد لإجراء الانتخابات وفقا لخريطة الطريق اللي تم التوافق عليها في بيان 3 يوليو، أنت شفت أن الاتجاه في الشارع كان في مرشحين بيطرحوا نفسهم للانتخابات. طبعا النتيجة زي ما احنا سمعناها كانت فوز سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية. اللحظة دي احنا خدنا سنة مفصلية من 2014 ل 2015. الدولة المصرية أعيد ترتيب أوراقها مرة أخرى. أنت كان لازم الدولة دي ليها ملامح، هذه الدولة كان لابد أن هي يبقى ليها مؤسسات، مؤسسات الدولة كانت منتهية، ما كانش عندك نواب، ما كانش عندك دستور، ما كانش عندك سلطات تنفيذية قوية على الأرض تستطيع أن تنفذ برنامج للرئيس. كان عندك حاجات إشكاليات في الداخل كثيرة جدا، وكان عندك معوقات ابتدت تظهر طبعا تتعلق بالتنمية، تتعلق بالتحدي الأخطر والأهم تحدي الإرهاب. عشان كده سيادة الرئيس لما تولى كان التحديين الكبار اللي قدام سيادته الإرهاب والتطرف، أو التطرف والإرهاب عفوا، وملف التنمية. إلى جوار دول بقى كان الملف العلاقات الخارجية. ملف العلاقات الخارجية الحقيقة علشان حضرتك نقدر نتفهمه، أنت كنت في دولة يعني مهددة بالاستبعاد من الاتحاد الأفريقي، أنت كنت في دولة تم استبعادك، تجميد عضويتك أساسا أو تمهيدا للاستبعاد يعني. طبعا أنت دولة كانت فقدت علاقتها بدوائر الأمن القومي اللي هي متطابقة مع دوائر السياسة الخارجية بتاعتها بصورة واضحة تماما. انت دولة فقد فعاليتها في التأثير في كل القضايا المحيطة بها. خلينا نفتكر ان انت برضه قبل ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة انت كنت عامل مؤتمر هنا وكان المطالبة فيه باستضافة الميليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية في سوريا لتدريبها في لدى القوات المسلحة المصرية، او ان احنا نبعت افراد من القوات المسلحة المصرية يدربوا الميليشيات. فاكر حضرتك المؤتمر الشهير ده برضه. حتى القضايا اللي انت فاعل فيها في الإقليم انت متراجع عنها، فقط كل شكل للدولة المصرية في إدارة ملفاتها الخارجية. خلينا أقول لحضرتك على حاجة مهمة حضرتك أشرت ليها، لولا تماسك الجبهة الداخلية في هذه المرحلة والمستمر حتى هذه اللحظة، لم تكن الدولة المصرية لتتمكن من المسير في كل هذه المسارات بهذه القوة. تعويل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري بعد إرادة الله سبحانه وتعالى عامل حاسم جدا في اللي بيحصل على الأرض من إنجازات. إلى جانب ده بالطبع في الصورة الذهنية اللي الشعب كونها عن رئيسه والثقة الكبيرة في هذه القيادة وقدرتها على التعامل مع كافة الإشكاليات اللي بتعترض الدولة. سيادته ابتدى بالملفات المهمة جدا، كان لابد في 2015 وده كان أول مؤشر أن الدولة المصرية تعود بقوة إلى الساحة، انك انت اتكلمت عن القضيه الفلسطينيه، كان مؤتمر تقريبا او زياره الى احد المنشات البتروليه في بني سويف او في الفيوم، وتم ساعتها الاشاره الى القضيه الفلسطينيه وانه ينبغي التوصل الى حل عادل ودائم وشامل لهذه القضيه. من اللحظه دي تمت الاستجابه وشفنا تطورات مهمه حصلت، وباريس تدعو الى رحبت بالمبادره المصريه، وشفنا تفاعلات مهمه ابتدت تمشي في المسار ده.
المسار ده اللي كان توقف طبعا من 2011، انت من 2011 ده كان اخر لقاء تمت استضافته القاهره اثناء ثوره 25 يناير اللي كنت بتتكلم عليه، اللي هو اللقاء اللي عقد للمصالحه الفلسطينيه. شوف الدوله المصريه كانت بتشتغل ازاي في الملف. طبعا جات الفتره من 2011 2013 2014 انت ما فيش ليك دور خالص في هذه المساحه، وابتدت الدوله المصريه انطلاقا من هذا المؤشر تعيد بناء علاقاتها وتحالفاتها الاقليميه. طب تشتغل ازاي؟ تشتغل على الدوائر التي يمكن ان تؤثر فيها بعد كده. الدوائر الاهم لينا بالتحديد الدائره العربيه، تقدر تعول عليها من خلال علاقاتك القويه بالدول الكبرى الباقيه على قدميها، المملكه العربيه السعوديه، الامارات العربيه المتحده. من الجانب المقابل عندك الدائره الحاضن للامن القومي المصري، الدائره الافريقيه. طب وانت بتشتغل على الدائرتين دول ابتديت تتبع سياسه خارجيه ليها قواعد مختلفه، قوامها الانسانيه والعداله، المبادئ المختلفه اللي تم العمل بيها من خلالها، انك انت بتحافظ على الدوله الوطنيه سواء الدولة الوطنية الأفريقية أو الدولة الوطنية العربية، إنك بتحافظ على مؤسسات الدولة، تمنع هذه المؤسسات من الانهيار أو تداعيات أي نوع من أنواع الانهيار عليها، إنك بتحافظ على الجيوش الوطنية، إنك بتعمل على تفعيل كل مقدرات الدولة من أجل تنمية قدراتها، خاصة ما يتعلق بالشباب وتحفيزهم للمستقبل وإعدادهم لمستقبل مختلف، إنك بتواجه كل القضايا اللي أعاقت عملية التنمية في كافة ربوع المنطقة، سواء قضايا تتعلق بمكافحة فساد إلى آخره. إن كل الدول دي لازم تحط إيديها في إيدين بعض وتتفهم المهدد الأخطر لأمن وسلامة هذه الدول المتعلق بانتشار التنظيمات الإرهابية اللي كانت متواجدة بقوة على الساحة وتهدد كيانات الدول الوطنية سواء في القارة الأفريقية أو في المنطقة العربية. لما الدولة المصرية ابتدت تشتغل على الملفات دي، خلينا نقول ان اول زيارة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيس جمهورية مصر العربية الى الامم المتحدة، واللي اشار فيها اشارات واضحة الى القضية الفلسطينية، اللي اشار فيها اشارات واضحة الى مبادئ السياسة الخارجية المصرية اللي هينتهجها، انهاها سيادته، والمصريين لازم يكونوا فخورين بده، بتحيا مصر ثلاث مرات ورددها وراءه. كنت موجود في القاعة يومها، انا كنت متواجد في هذه الزياره وكنت بغطي هذه الزياره، وتتذكر رد الفعل على تحيا مصر. طبعا اللحظه دي كانت اذانا بميلاد جديد لسياسه مصريه جديده تتفاعل مع قضايا سواء الحاضن الافريقي بتاعها او قضايا المنطقه العربيه، دول المنطقه العربيه. عادة الدول اللي بتتعامل مع الدولة المصرية اتخذت انطباعا كبيرا زي ما حضرتك كنت بتتكلم قبل ما ندخل الحلقة، ان احنا دولة بنتكلم بس ما بنعملش. لا، انت عملت وما اتكلمتش، انت ابتديت تتجه. لازم نرصد عدد الزيارات الخارجية للسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشوف، نتوقف عند زياراته الرئيسية لدول القارة الأفريقية عشان نقدر نتفهم مدى اهتمامه بهذه القارة الأفريقية. لازم نشوف خطابه التعاوني القائم على فكرة المكسب للجميع مع كل دول القارة الأفريقية. لازم نشوف الطريقة المؤسسية اللي ابتديت تشتغل بيها. انت ابتديت تشتغل بس على الطريقة القديمة، انك بتعمل مؤسسات وزارة خارجية بتتبادل وفود، لا، انت ابتديت تشتغل على الأرض، ابتديت تعمل مؤتمرات شباب، ابتديت تعمل منظمات تلتقي وتعمل حاجات تعاون بين الشباب العربي والأفريقي، ابتديت تجيب الشباب الأفريقي وتقدم لي ما يساعده على التقدم من أجل أن يتقدم في دولته، مش أجل أن تجنده كما تفعل دول أخرى كثيرة لتخريب دولته. الأمور دي لما ابتدت تمضي في طريقها ابتدت تكتسب على الأرض مصداقية وتفاعلية أكبر في التعامل. ابتدت تقول للناس أنا على الأرض بعمل نوع من أنواع سياسة الأقوال لا الأفعال، أنا على الأرض فعلا بشتغل على ده. ده انعكس على مصداقيتك، انك انت رحت بقى ممثل للقارة الأفريقية عضوا في المجلس الأمن عضوية غير دائمة لمدة عامين. طول العضوية دي انت بتبنيت قضايا القارة الأفريقية في المقام، تبنيت في الأساس كمان القضية الفلسطينية، تبنيت القضية السورية، تبنيت القضية الليبية، ورسمت خطوط عامة واستراتيجيات عامة للتعامل مع كافة هذه القضايا على رأسها أن الحل السياسي هو الحل الأمثل للوصول إلى التسوية في هذه الصراعات. أنا عايز أسألك سؤال. أنت قلت جميع الرؤساء والزعماء، الناس اللي شفناهم دول وطنيين، وأنا بحترم جدا رأيك في السابق.
هل استطاع أي رئيس قبل كده أن يتحكم في كل مؤسسات ومفاصل الدولة بهذه القدرة على تحريكها وتجيشها جميعا لإنقاذ مصر زي عبد الفتاح السيسي؟ الظرف التاريخي مختلف. الظرف التاريخي اللي أتى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مختلف، رؤيته مختلفة، استراتيجيته في التعامل مختلفة، ما تقدرش تحطه في مقارنة مع أدوات غيره في 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 في, في ظروفه. يعني يعني كل تقييم يمكن أن تقار، يعني أسس المقارنة لما نعقدها لازم نعقدها وفقا للظرف التاريخي اللي كان كل حد موجود فيه. أدوات الحركة اللي كانت موجودة يمكن كانت فيها حرية أكبر في عصر عبد الناصر، كانت في أدوات حركة كبيرة جدا أن تستطيع أن تتحرك فيها، يمكن ابتدت تكون أقل محدودية في عهد السادات، يمكن اتقفلت كتير في عهد مبارك، يمكن هي مخنوقة خالص اليومين دول، ولكن في ظل هذه الخنقة أنت بتستطيع أن تحقق إنجازات في الملف الخارجي لم تتحقق في أي عصر سابق. أنا بتكلم على إيه؟ أنا اللي بتكلم عنه أنك أنت عشان تحقق كل هذه الإيجابيات، أيوة من ما أنا بقول، أنت لازم تحرك مفاصل دولة ومؤسسات كانت عطلانة، ما أنا هقول لحضرتك على حاجة ما كانتش موجودة، ما أنا هقول لحضرتك على حاجة، فانت قدرت تتحركها وتشغلها وتنجز بيها. علشان تقدر توصل الى هذا النجاح في إدارة هذه الملفات الخارجية لازم يكون عندك جوه دعم شعبي كبير جدا وسيطرة كاملة على مؤسسات الدولة. كان عندك بعض المفاصل فيها بعض الإشكاليات، انت ابتديت تتخطى هذه الإشكاليات في الفترة الأخيرة وابتديت تروح في مساحات تمكنك انك انت تستخدم كل أدواتك بالفعل علشان مزيد من فعالية الدور المصري تجاه قضاياه واتجاه مصلحته الوطنية وتجاه أهدافه القومية. انما انا في نقطة المقارنة، ودي مهمة جدا، ان الظروف الإقليمية والدولية هي الأعقد اليوم طبعاً من اي مرحلة سبقت، ولكن في ظل هذه التعقيدات الإقليمية والدولية وفي ظل تصاعد وتنامي ظاهرة الإرهاب في الإقليم وفي العالم، لا، الدولة المصرية ثابتة على قدميها، الدولة المصرية تتحرك في ملفاتها بوعي شديد جدا، لديها رؤية هي الأصوب والتي تمكنت من خلالها من إحداث نجاحات. أنت شفت الدولة المصرية في خلال 15 يوم منذ زيارة باريس اللي هي مثلت نقلة نوعية في موقع الدولة المصرية من لاعب إقليمي مؤثر كان ينظر لي باعتباره اللاعب الذي يمكن أن يكون دور الوسيط في بعض الملفات، أنه إلى اللاعب الرئيسي، أنت شريك دولي فاعل، أنت شريك دولي فاعل النهاردة مع كل الأطراف، أنت واقف على رأس المساواة مع كل الأطراف الدولية، سواء الدولة العظمى الولايات المتحدة الأمريكية أو باقي الدول الكبرى في العالم، روسيا، فرنسا، إنجلترا، الصين، إيطاليا، لا، أنت دولة ليها موقع في هذا الملف، أنت دولة ليها موقع. في خلال 5 أيام غيرت من خريطة إدارة الصراع، حولت الصراع إلى ملف يخصك، قدرت تحقق في ملف إنجازات مهمة على الأرض، واختتمت هذه الجهودات بالدعوة إلى تجديد المصالحة الوطنية الفلسطينية في لقاء هيعقد الأسبوع القادم. كل ده مش هيعقد لو انت ما عندكش سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة. مش معنى ده ان ما كانش فيه سيطرة او ما فيش سيطرة سابقة في اي لحظة من اللحظات، لكن طبيعة ادارة النظام، ادراك القائد السياسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤسسات النظام ومتابعته اليومية للعمل. يعني حضرتك قبل ما ندخل الهواء حضرتك كنت بتعرض لمتابعة تفاصيل صغيرة جدا، يتعلق الامر بثانوية عامة، يتعلق الامر بمصالح تخص فئة معينة من الشعب. يا استاذ احمد، انت بتتكلم عن رئيس بيعمل اجتماع يقول لهم عملتوا ايه في الترعة الفلانية، يعني طب هذه التفاصيل، ما التفاصيل دي هل هو ده من عادته؟ يعني خلينا نتكلم شويه انسانيا. بص، هو كانسان، هو ذاكرته بهذه القوه، لما هتيجي تحلل في المساحه دي لازم تربط بين التاهيل، بين الشخصيه، بين البيئه، عشان تقدر تعرف كيف يفكر هذا الرجل. هذا الرجل ولد في بيئة شعبية، بيئة في حي الجمالية، بيئة تربى فيها
الطبقة الوسطى للمصريين. نشأ في قلب أسرة عادية، دخل الكلية الحربية، تشبع بمبادئ العسكرية المصرية الشريفة، بنى دراساته العليا وتعلم الاستراتيجية ودرس زمالة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، قدر يعمل نقلات مهمة جدا في المستوى التعليمي بتاع سيادته، للدرجة اللي انت انعكس ده على المناصب اللي تولاها سيادته في قلب القوات المسلحة المصرية. لما تشوف آخر منصب كان سيادته بيتولاه قبل أن يصبح وزيرا للدفاع كان رئيس جهاز المخابرات الحربية، ثم أصبح وزيرا للدفاع، علشان تعرف النقلات الكبيرة اللي بتحصل في مصر بتحصل ازاي لازم تعرف ان التطور اللي ابتدى في القوات المسلحة المصرية، النهاردة احنا بنشوفه تطور هائل حصل في القوات المسلحة المصرية، ابتدت بذرته تتحط من ساعة ما سيادته تولى منصب وزير الدفاع. طب المعلومات اللي هو سيادته بيتعامل بيها بيتعامل معها مين؟ ودي شهادات شخصية من بعض من مرؤوسيه وهم زملاء اعزاء واصدقاء اعزاء، لا هي دي عادته طول عمره، انه بيهتم بالتفاصيل، انه لا يغادر مكتبه، انه حريص على البقاء اطول فتره ممكنه، انه حريص على متابعه كل معلومه تصله، التدقيق فيها، البحث وراءها. لا في هذا الملف دي شخصيته. هي دي شخصيته. فما تقدرش الى جانب احساسه بالمواطن، خلي بال حضرتك ولاد البلد العلاقه ما بينه وبين المواطن ولاد البلد جدعان. ولما تشوف حضرتك اهتمامه بانه في ظل كل هذه المشروعات لما بيعمل الجولات اللي سيادته بيقوم بيها كل يوم جمعه واحيانا في السبت، لما بتشوفه حضرتك بيمر على المشروعات العملاقه اللي بتتم من اجل تحديث البنيه الاساسيه في القاهره القديمه اللي كانوا بيتصوروا ان القاهره القديمه خلاص بقى دي هتتحرق تمهيدا بقى ان احنا نروح كلنا العاصمه الاداريه والقاهره القديمه دي بقى خلاص، يعني اللي هم قعدوا يروجوا لها ويقول لك الاهتمام بالحجاره وما فيش اهتمام بالبشر، الافكار العظيمه اللي كانت بتطرح دي. فلما تيجي تشوف في وسط كل ده انه منشغل سيادته انه يتوقف امام بعض الحالات، ودي بتلقى هجوم، انتوا هتمثلوا علينا، الناس بتقول كده يعني. طب هو انتوا شفتوا ده قبل كده؟ طب هو هل هو يعني هل هو بحاجه او شعبيته بحاجه انه يتوقف امام مثل هذه الحالات؟ لكن هو بيعبر عن مشاعر طبيعيه موجود عندنا كلنا، يعني كل ولاد البلد بالمناسبة، كل اللي ترعرعوا وتربوا على مبادئ أصيلة في أحيائنا العريقة عندهم مثل هذه المبادئ اللي بيتعاملوا بيها مع قضايا مجتمعهم في مساحات مختلفة تماما، ممكن اللي مش قادرين يفهموها بيتصوروها على منحى مختلف. الاهتمام الصغير اللي سيادته بيديه بمثل هذه التفاصيل الى جانب الحساب السريع. الحساب السريع ده امر بيجعل كل مسؤول في موقعه لديه يعني مش رهبه ولكن هو بيعمل حساب انه المهمه الموكله اليه تخلص تنفذ بدقه. وده لان في متابعه دقيقه، في متابعه مستمره، في سؤال مستمر، في حرص على التدقيق فيما تم انجازه. وخلي بال حضرتك ان دايما سيادته عنده مقوله شهيره، احنا ما عندناش وقت. احنا ما عندناش وقت، هذه الدوله لابد ان يتم اعاده بنائها سريعا، لان هذا المواطن من حقه ان يعيش حياه مختلفه. حضرتك بتتحدث كثيرا عن العاصمه الاداريه الجديده ويمكن لا مش كثيرا، ده انا منبهر يعني انا منبهر. من حق المشاهد ان يعلم ان حضرتك قبل الهوا كنا بنتكلم عن العاصمه الاداريه الجديده، والنقله الكبيره اللي بتحصل في شكل الدوله المصريه. ولازم يتفهموا ان اي دوله في العالم بتتباهى وتتفاخر بمدنها وتتباهى وتتفاخر بما وصل اليه، بتقدم فيه احدث التكنولوجيات. يا فندم احنا مش كنا بنروح طوكيو، بنروح شيكاغو، بنروح لوس انجلوس، كنا بنقعد هناك نبص ونقول هو احنا عايشين فين؟ مش كده؟ مش كان بيجي لنا السؤال ده؟ هو ايه المطار اللي احنا نازلين فيه؟ يا فندم انا عايز اقول لك حاجه، لما يبقى عندنا لما يبقى عندنا عاصمه زي دي، لما يبقى عندنا اهتمام بالسياحه والمتحف والمطارات، اهتمام بالزراعه، اهتمام بالمستقبل في الزراعي، تشجيع الشباب، إعادة تدريب الشباب بعد تخرجه من الجامعة، الشباب المدني، ما هو دي الملفات اللي انت كنت لازم حضرتك تشتغل عليها علشان التنمية،
ملفات حضرتك كنت لازم تشتغل عليها عشان مواجهة التطرف. التطرف مهم جدا انك انت تشتغل على الشباب في مجال التنمية وفي مجال تنمية الموارد البشرية. انجازات كتير فعلا، لكن يبقى التأكيد على ان إرادة الله ودعم الشعب المصري وهذه العقلية الاستراتيجية التي حكمت برؤية واضحة منذ عام 2014 حتى اللحظة اللي احنا فيها هي اللي بتقود الدولة المصرية نحو مستقبل مختلف يليق بالمصريين ويليق بالدولة المصرية في المرحلة القادمة. أستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى بداية فتح هذا الملف في 7 سنوات الإنجازات، وإحنا رايحين فين؟